مساء النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. البداية مع المسابقات الإفريقية، والملعب التونسي انتصر على اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هدف المقابلة الوحيد سجل محمد رين السمعلي في الدقيقة 85، دقائق فقط بعد دخوله بعد ما كان بديل. مدرب الملعب التونسي ميريل كانزاري كان اليوم موجود في المدارج مش على البنك بسبب تخوف من عقوبة قديمة مسلطة عليه من قبل الاتحاد الافريقي، على ذلك اختار أن يكون في الجرادان تفادي أي عقوبة ممكنة. ميريل كانزاري تحدث على الانتصار اليوم في ميكرو زمين عبد الوهاب الحاج. مبروك علينا الفيكتوار نتاع اليوم، لكن نعرفوا لي لدوبل كونفرونتاسيون مازالت ما تلعب فيها حتى شيء، plus difficile reste à faire. Oui, à l'ensemble du match, donc, comme ça, on a joué contre une très belle équipe. On a joué une équipe, sur le plan individuel. Alors, il y a un match, donc, certainement, on a joué la possession de la balle, on a joué plus de nous. On a suggéré les situations. On a joué plus de match. ديما مع الملعب التونسي اللي أعلن اليوم على تعاقده مع المدافع التوغولي كلوسياك بوزو لمدة زوز مواسم. بوزو عمره 30 عام، لعب في الأولمبي البيجي بين 2020 و2023. نواصل مع المسابقات الإفريقية، وفي نفس المسابقة كأس الكاف اللي فيها الملعب التونسي، ملاعبي السي اس اس كملوا تحذيرات مواجهة روكينز والبوروندي غدوة الأربعاء نتاع العشية في المهيري. الفريق البوروندي هو اللي يستقبل في المقابلة هذه، والتذاكر ما زالت موجودة على ذمة جماهير السي اس اس. في رابطة الأبطال، ملاعبي الترجي كملوا تحذيراتهم مواجهة ديكيدا الصومالي غدوة الخمسة في رادس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني. تذاكر المقابلة ما زالت موجودة في شبابيك البارك بي باستثناء تذاكر الفيراج اللي وفات. وإدارة الترجي نشرت بلاغ طلبت فيه من الجماهير عدم إشعال الشماريخ وعدم رمي المقذوفات واستعمال الليزر لتفادي أي عقوبات تنجم تسلطها الكاف. في النادي الإفريقي، المهاجم الكاميروني أرمونكو عمل اليوم الفحوصات الطبية تمهيدا للإمضاء مع الفريق. في البطولة اليوم تلعبوا زوز مقابلات من الجولة الثانية. قاو في القفصة خسر ضد ترجي رجيس 3-1. هدف ترجي رجيس سجله يوسف سنانة بعد 18 ثانية، وثنائية الأشرف الجابري في الدقيقة 46 و71، وهدف القوافل سجله أمير العمراني في الدقيقة 30، والأولمبي البيجي ربح مستقبل جابس واحد بلاش. هدف المقابلة الوحيد سجله ربيع الحمري في الدقيقة 62. إدارة الأولمبي البيجي دخلت في مفاوضات مع أكثر من لاعب، من بينهم ماهر بالصغير المهاجم السابق لترجي الاتحاد المنصيري والبقلاوة، وزياد العنالي كيف كيف مهاجم سابق زياد العلوي المهاجم السابق للاتحاد الرياضي المنصيري، والظهير الأيمن حمدي العرفاوي. المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ترشح لنهائي بطولة إفريقيا للأواسط في المهدية بعد الفوز اليوم في النصف النهائي على المغرب بنتيجة 22-21. منتخبنا يلعب الفينال نهار الاثنين ضد المنتخب المصري اللي ترشح على حساب الجزائر بعد مربح 38-32. ديما مع كرة اليد، ونعطيكم نتائج الجولة الثالثة من البطولة. ترجي فاز على الاتحاد التميمي 39-24. هلال مساكن خسر ضد النادي الإفريقي 32-34. ونادي ساقية الزيت ربح سبورتينج المكنين 31-24. بقية المقابلات تم تأجيلهم. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع عدنان وزياد في جد ستافان.